للتعرف أكثر لخليليو ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد خليل عبر سكايب. أحمد، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا في أجو. مساء الورد أنس، كيف حالك؟ الله يسعدك، أنا تمام، أنت كيفك؟ والله الحمد لله تمام. أهم إشي الأصبع، أنا شايف أنك داخل على المقابلة والأصبع جاهز. طبعا سر الشهرة. يعني شخصيا وبكل صراحة، أنا من الناس اللي ربما تكره مادة الرياضيات، ومش أنا لحالي، عدد كبير من الأشخاص أيضا يكره هذه المادة ويكره الأرقام بشكل عام. يعني ما الدافع لك لتبدأ صناعة المحتوى المتعلق بمادة الرياضيات على منصات التواصل الاجتماعي؟ والله أنس، يعني الفكرة إجت من أنت ما بلشت فيها، اللي هي كره الطلاب لمادة الرياضيات. وتنساش أنه الجيل حالياً بيقضي نص وقته وين؟ على السوشيال ميديا. فإنك أنت بتشوف طالب بكره الرياضيات بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا. فأنا دمجت الفكرتين، ليش ما أطلع له بالسوشيال ميديا بأسلوب أحبب مادة الرياضيات؟ فكان هو أسلوب إصبع خليلي. نعم، خلينا نحكي عن فكرة أصبع خليليو، كيف جاءت إلى بالك هذه الفكرة تحديدا؟ وعرفنا أكثر عن خليليو قبل ما تعرفنا عن الأصبع. طيب، أول إشي أنا كنت يعني هيك، في طبعا أنا عندي استوديو قاعد يعني بطلع فيه شروحات لطلاب التوجيهي. ففي يوم من الايام بيرسلوا لي طلاب اصبعين، بيقولوا لي هذول اصابع ببجي، هذول بتستخدمهم يا استاذ، بتلبسهم بيكونوا اكثر سلاسه من القلم وما بيطلعوا صوت زي القلم. المهم جيت لبست الاصبع، ايه اموره تمام. جيت جربت الاصبع على البورد، اوه الوضع خرافي. بعدين انا كان في بالي اني يعني انه بدي اسلوب ادخل للطالب فيه هيك، يعني اجت عفوية. قلت له، كان معي واحد بالاستوديو، قلت له بصير انك انت تمسك تليفون وهيك نعمل تجربة. طبعا كانت التجربة بتسعة 12. هون بلشت، طلعت فيديو، ايه روحت على البيت، صحيت الصبح يوم تاني يوم الصبح بلاقي 65,000 فيو بس على هيك انه طلعت كيف نجمع كسرين بطريقة البترفلاي، بطريقة الفراشة، اللي هي اشي جديد على الطالب. انا لما شفت هيك الموضوع قلت لا يا معلم، لازم تدعس هيك يعني على هذا الاسلوب. ومن هون بلشت. نعم. واطلقت عليه، يعني لان انا اطلق على نفسي اسم خليلي، اطلقت عليه اصبع خليلي وطلعت. نعم خليلي، وخلينا نحكي اكثر عن المنصات اجمالا. انت تحدثت عن 65,000 مشاهده بسرعه، ما المنصات التي تستخدمها وما ميزه كل منصه عن الاخرى؟ حلو، سؤال جميل. هلا منصه تيك توك أول منصة أنا يعني انطلقت عليها. كان الحلو في منصة تيك توك إنها بتوصلك بسرعة، يعني الوصول عندها الريتش عالي. فمن هون يعني بلشت على منصة تيك توك. طبعا أنت متخيل بتسعة 12، إحنا اليوم حاليا بأول ثلاث، تجاوز عدد المتابعين 160,000، عندي تقريبا 5 فيديوهات بملايين المشاهدات. صار يعني إقبال مش فقط من الأردن، بل جاني مسجات ودعم. يعني أنا اللي خلاني يعني أندفع لهذا الموضوع المسجات الدعم من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، من مصر. فكانت هي منصة تيك توك هي المنصة. نعم. الأولى. بعدين هاي الفترة أنت متخيل كنت تقريبا 200-300 متابع على إنستغرام. أنا ربطت إنستغرام في تيك توك، صار عندي تقريبا 18,000 متابع بس طريقة الربط هاي. وصرت أنزل على إنستغرام عرديل. بعدين اتجهت على الشورت فيديو على اليوتيوب، كان عندي تقريبا ما يقارب 800 متابع. حاليا عندي 31,000 متابع أو مشترك في قناة اليوتيوب بس من خلال ربط إنستغرام ويوتيوب بالتيك توك. نعم. فالحمد لله يعني انتشر، بس ما كنت أتوقع صدقا. يعني أحمد مبدئيا الناس
بحب احكي لك انه طريقه تحريك ايديك مبينه طريقه تحريك استاذه زي كانك تشرح بحصه رياضيات، لكن اذا بدنا نتحدث عن المحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حساباتك، هل هو بشكل عام يعني عن الرياضيات؟ تحدثت عن متابعين من دول مختلفه، لربما هذا يجعلنا نعتقد انك لا تقدم محتوى للرياضيات في الاردن وماده الرياضيات تحديدا، فما المحتوى الذي تقدمه بالتحديد لمتابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ جميل. المحتوى اللي انا بقدم هي اساسيات في الرياضيات، وانت بتعرف والجمهور اكيد بيعرف انه اساسيات الرياضيات هي موجوده نفسها في الاردن وباقي الدول، يعني اكيد ما في عليها اختلاف، لكن انا بقدم اساسيات الرياضيات بحالات خاصه بخدع مجنونه. يعني تخيل في فيديو نزلت فيه 4 بتساوي 5، فهي خدعه رياضيه لكن اسلوب جديد، اسلوب ممتع للطالب انه بشد الانتباه، وكذا كمان استخدمت اللي هو العنوان اللي بجذب الطالب لهذا الفيديو، يعني هذا كان من العوامل اللي ساعدت كمان، واستخدام الموسيقى اللي ضارب ترند بنفس الوقت هذا، فهي كلها عوامل ساعدت في جذب المشاهد والدعم اللي يعني اللي اخذته من هذا المشاهد. يعني أحمد إجمالاً الواحد لما يجي بده يحفظ أو حتى يدرس مع الأغاني وطريقة السماع بشكل أغنية ممكن تخليه يسمع أكثر، ربما هذا ما يميز محتواك على السوشيال ميديا، وأيضاً شخص نعلم جميعاً أنه محتواه مميز وتحديداً خابي لام، ما علاقة خابي بالرياضيات؟ خابي أنا من الناس اللي معجبين في خابي. خابي يعني مثلاً بيجي بعلم الناس أنك تستخدم الطريقة السهلة، يعني مش ضروري انا اكسر شباك السياره عشان اخذ كاسه القهوه، خلص بكبس كبسه انه ينزل الشباك وباخذ كاسه القهوه، وبيجي بحكي لك انه إشي سهل. فانا يعني لما طلع انه يعني اعملها براند، خلص براند عالمي اللي هي هاي الاشاره، فانا اللي انا بهدف له حاليا ليش ما انا اوصل زي خابي انه اطلع اصبع خليليو، انه اي إشي بالرياضيات مستصعبه بعد ما احله اصبع خليليو، فهمت كيف؟ نعم. فيعني انا كثير بتطلع اني اوصل يعني للي وصلوا خابي في هذا الاسلوب بالذات، هو باسلوب تعليم الناس بالحياه العمليه، انا لا بالرياضيات لكن اسلوب فني وممتع. نعم. للطالب وللمشاهد. الأستاذ أحمد خليل كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وأنا بنصحك أنك تأمن على أصبعك مبدئيا بما أنه أنت بتستخدمه لشرح الرياضيات لكل الطلاب اللي بيتابعوك من كل دول العالم.